معانا النائب محمد القراني، عضو لجنة النقل بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ رشا، اهلا وسهلا يا فندم. الشعب المصري وتعزينا الاسر الضحايا و1000 مليون سلامه، ونطمنوا على المصابين بتوعنا كلهم ان شاء الله باذن الله. طيب انا عارفه ان حضرتك كنت في اجتماع مع وزير النقل وحضرته مع بعض واتكلمتوا، عايز اعرف بس ما دار في الحوار بينكم. اول حوار اللي دار النهارده، طبعا احنا في اسكندريه بتشهد كارثه بكل المقاييس. منظر كان بشع جدا، وزير النقل نفسه كان متاثر جدا، وزير النقل كل الكلام اللي قاله الدكتور عمرو ده جه المجلس عندنا وقاله، قالوا احنا عايزين تطويل السكه الحديد وعايزين. بس انا بس قبل ما اقول الحوار اللي دار بينه وبين، لا انا عايزه حضرتك تقولي الحوار الاولاني مش الحوار الثاني. انا حوار لما جالكوا الاول في البرلمان وقعدتوا مع بعض وقال لكم عندنا مشكله، قولي لنا ايه اللي حصل بقى. قال مشكله وقال احنا عايزين تطويل السكه الحديد ماشيه، قال تصريح عجيب جدا من ضمن تصريحاته القويه صراحه، ان 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 ان, إن السكه الحديد ماشيه بالبركه، يعني سبحان الله من ربنا ساترها معانا في السكه الحديد كده. اتكلم على الاشارات، اتكلم على النواقص اللي موجوده في السكه الحديد عامه، بنتكلم اتكلم في تطوير القطورات نفسها غير صالحه ان هي تطلع، القصر نفسه غير صالح، ان العربه نفسها غير مجهزه ان هي تطلع، يعني ما بتكلمش غير بقى، اتكلم على الفرنكات، اتكلم على الاشارات، اتكلم على، يعني قال لك ده اهم شيء، وهو كان مركز جدا في حديثه معانا عن السكه الحديد في موضوع الاشارات ده، الاشارات دي اهم شيء، لازم قبل القصر ما يتطور نفسه لازم الاشارات دي تتطور، ده لسلامه زي ما بيقول كده، لسلامه المواطنين، لسلامه ان المواطن يوصل، بدل ما توصل في ساعتين اثنين لا يوصل في ثلاثه، بس يوصل بالسلامه. فكان طيب بيتكلم في موضوع ده كويس قوي ان حضرتك بتقول الكلام ده يا استاذ محمد. ايه اللي حصل بقى النهارده لما اتقابلتوا بعد وقوع هذه الكارثه اللي وفقا للمقدمات دي كانت النتيجه دي حتميه؟ اقول لحضرتك انت حضرتك في المداخله السابقه بتاع الاخ الاستاذ اللي كان بيتكلم، المساعد وزير الجيوش اللي كان بيتكلم، الاستاذ احمد ابراهيم بيتكلم، الاستاذ احمد ابراهيم بيقول ان فشل اداره. احنا عايزين نتفق ان انت حضرتك حطيتي اول حاجه في اصلاح منظومه السكه الحديد فشل اداره. ايه فشل اداره؟ فشل اداره دوت احنا بنكيله فلان وبيجي فلان، بنكيله فلان ونفس السيستم ونفس، احنا بنغيره اشخاص بس لا غير، لكن ما غيرناش في المنظومه نفسها. انا النهارده بجيب سيد او عبيد او المهندس فلان او الدكتور فلان، بجيبه عشان تطوير هيئه السكه الحديد، بجيبه عشان يساعدني النهارده بدل ما كميه الكسائر وكميه المخالفات وكميه الحاله لا مبالاه اللي موجوده في الهيئه، ان انا بجيب اداره بتنشط هذا الكلام، بتساعد في هذا الكلام، بتحل في هذا الكلام. احنا انا اقول لحضرتك ان انا واحد من الناس كنت بقول اللي هو مدحت شوشه فاشل في ادارته، لكن راجل معجون جوه اللي جوه الهيئه، راجل ما بيروحش طول اليوم. ده رئيس هيئه السكك الحديديه اللي اتقال ان الوزير قال لكم هقيله. تمام. يعني اقاله؟ هو قال هقيله خلاص. يعني هو قال النهارده الوزير هشام عرفات قال لحضرتك يا سياده النائب انه هيقيله؟ انا بقول لحضرتك وقال تصريح مش هقيله كمان، قال لي انا قلته من امبارح خلاص. ايه؟ أنا قلته من امبارح. طب هو الراجل قصر يعني ولا لازم يكون كبش فيه ده في النص؟ انا بقول ما احنا قلنا في فشل اداره، ما هو الراجل ده ما غيرش من المنظومه وساعدناه كمجلس نواب. ما الراجل قال لكم ان ما عندوش امكانيات للصيانه، وعلى فكره اسهل حاجه ان احنا ناخده كبش في ده ونقول يلا كويس قوي اقلوه. قصه، لكن انا عايز افهم حاجه، هو اقالته او عدم اقالته هتحل المشكله؟ احنا قلنا فشل اداره، هو ما قدرش، ما فاتش السكه الحديد. طب هو كان عنده الحاجات اللي يدير بيها وما قدرش؟ يعني كان عنده حاجات يعملها صيانه وما عملهاش؟ تطوير، عنده فكره تطوير المحطات، عنده فكره تطوير، يعني احنا حتى كان بيجي يقول لك ان احنا بنخسر. طب ما تعدي من المنظومه، دخل شركه اللي هي تعمل لك اعلانات، دخل شركه تعمل لك صيانه بالبي او تي، دخل شركه تعمل لك المزدانات، اتفقنا مزدانات الجمهوريه كلها اللي احنا نبدا المزدانات الاكثر خطوره نبدا اللي احنا نعملها لغايه النهارده يا فندم. ده يعني في حاجة بديهية، يعني ده انا بقول القطر بتاع القاهرة اسكندرية ده لو كان فيه الإشارات شغالة كويس قوي وفي صلاحية كان القطر وقف من تلقاء نفسه. في كذا مقولة في هذا الموضوع بعد إذن حضرتك. طبعا لو الإشارات سليمة كان القطر وقف صح، دي مظبوطة ما فيهاش كلام، بس عشان الإشارات غير مظبوطة وغير صالحة حصل الكارثة دي. بس انا عايز اقول حاجه بعد اذن حضرتك. طيب بس خليني اقول العنوان ده، الروايه ان حضرتك يا سياده النائب بتقول ان وزير النقل هشام عرفات ابلغك باقاله رئيس هيئه السكك الحديديه السيد مدحت شوشه. انا والساده النواب، نواب اسكندريه ونواب البحيره، بعض نواب البحيره واقفين النهارده
مع الوزير هشام بركات في موقع الحدث وقال طب يعني ينفع كده حتى ما احنا بنقول نشتكي له ينفع حتى ما يردش على التليفون؟ فرد علينا وقال لنا انا خلاص كلتهم من امبارح. يعني بما معنى خلاص يعني القصه يعني هو محط له قراره، لان حضرتك ده هو كان هو شاله امبارح عشان قطر القاهره اسوان اللي وقف 12 ساعه، ولا شاله النهارده عشان قطر القاهره اسكندريه بورسعيد الصبح؟ انا شفته من امبارح ان خلاص ما فيهاش كلام، ما فيهاش رجعه. ما فيهاش رجعه يعني. يعني ده بناء على طلبكم ولا هو اللي سياده الوزير اللي قال كده؟ انا مش عارفه اوصل له اصلا. بتكلمه بناء على طلبنا طبعا. يعني حضراتكم طلبتوا باقاله رئيس هيئه النقل العام؟ تمام. سكك الحديديه. انا اسف. سكك الحديديه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس، النهارده واحنا مقصوم في موقع الحدث شهود عيان بتقول ان القصر ده وقالوا ضايف بقاله ساعه الا ربع، مش 10 من 7 دقائق، وشهود عيان اخرين قالوا ان القصر معالي الوزير نفسه قال ان السواق واحد المسؤولين القياده معاه نطوا من العربه من قبل ما تصطدم. لا قالوا طيار قطار القاهره الاسكندريه سائقه قفز من الشباك قبل الصدام. بس تم بس تسلم نفسه على فكره. تمام اوكي، ما انا عارف، ما الحاجات الامنيه شغاله مفيش مشاكل، ما انا عارف ان هو سلم نفسه بتاع. يا فندم هو القطر اصلا ما كانش فيه اللي يوقفه تلقائيا لما لقى قطر بورسعيد، يبقى القطر ما كانش صالح اصلا ان هو يطلع على القضبان. الكارثه الكبرى يا فندم، الكارثه الكبرى. انا عايز اقول لك انا بس بقول كلام تكهنات، دي مش تحيات ولا معلومات. لا لا اديني الفرصه، لو القطر واقف فعلا نص ساعه عطلان او ساعه الا ربع، دي الكارثه الاكبر، دي الكارثه الام. يعني نص ساعه القطر واقف، ما فيش حد بلغ ولا القطر اللي جاي ولا تم اصلاحه، ازاي ده واقف على شريط الرئيسي بتاع الطريق ده، ولا كانها عربيه واقفه صف تاني مثلا. انت واخده بال حضرتك، انت واخده بالك من انا بقوله؟ بقول لك نص ساعه النهارده شفت عيال باش احد المصابين النهارده قال احنا واقفين في القطر بقالنا ساعه الا ربع، احد المصابين في مستشفى المير. ما هو معانا اهو يا فندم، كان مع زميلتي داليا، كان مع زميلتي داليا علي قال كده. الله ينور على حضرتك، الله ينور على حضرتك. على الهوا. متابع التلفزيون؟ معلش انا مش متابع. لا طلع معانا مع زميلتي داليا علي. مش انا بكلمك برضو وانا بلف على المستشفيات يعني. طيب انا بشكر حضرتك سياده النائب محمد الكوراني عضو لجنه النقل، والذي قال لنا في تصريح خاص لكلام تاني الان ان وزير النقل ابلغه باقاله رئيس هيئه السكك الحديديه اللواء مدحت شوشه.